السلام عليكم. بعد ما وصلت الموازنة وجداول الموازنة إلى قبة البرلمان حتى دخلت دوامة الصراعات السياسية بسبب ما تضمنت من رفع حصة لإقليم كردستان وتخفيض تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات، الأمر اللي أثار موجة انتقادات وتحذيرات من توقف مشاريع خدمية وعمرانية، الأمر اللي دفع وزارة التخطيط لإصدار بيان توضيحي أكدت فيه أنه أكثر من 41 تريليون دينار متاحة للمحافظات، وما حصل من مقارنة بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات وبين مجمل الأنفاق الاستثماري لإقليم كردستان غير صحيحة. ممثلو الجنوب وجدوا في موازنة 24 استخفافاً بحقوق أبناء مناطقهم مقارنة بالأقاليم الباقية. طول المجال شوية هنا، هي أول مرة يجدوا الاستخفاف، والله هي يومية الاستخفاف ماشي، ما أعرف يعني ليش هذا الوضع. الجنوب، ماذا النواب الجنوب يكذبون؟ لو هي الحكومات أول ما يجي من الجنوب يطوش المعرف وين. عموماً كما كشفت الجداول عن ما أسماه خبراء الاقتصاد بالثقب الأسود، وهو الدرجات الخاصة من وكيل وزير فما فوق، واللي بلغت 668 درجة تستأثر بها كردستان وحدها ب 329 درجة، أي بنسبة 43% من إجمالي الدرجات الخاصة. فهل في الموضوع محاباة للإقليم على حساب باقي المحافظات كما يزعم البعض، أم أن ما يثار هو مجرد مغالطات وخلط للأوراق؟ وبين النظرتين فإن المؤشرات الواردة من السلطة التشريعية جميعها تنذر بتأخير إقرار الموازنة إلى أجل غير مسمى. أرحب بكم في حلقة هذه الليلة من حديث العراق، وأرحب بضيوفي الدكتور مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي، وكذلك السيد معين الكاظمي عضو اللجنة المالية البرلمانية، وكذلك الأستاذ صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من أربيل. أرحب بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ من حضرتك أستاذ معين، حياك الله. بعد الموازنة ما وصلت واشتغلت الاعتراضات، شنو القصة بالضبط؟ صوت ما واصلني. زين أستاذ معين صوتك ما واصلني، خليني أروح الدكتور مصطفى. دكتور مصطفى حياك الله، شنو القصة؟ تعديلات من قبل الحكومة، هذه التعديلات يقرها مجلس النواب، فكان بالإمكان أن تقدم هذه التعديلات في الشهر الأول من عام 2024 وليس بالشهر نهاية الشهر الخامس، فهذا التأخير أدى إلى زيادة حرارة الموضوع وردود الفعل. أما بالنسبة للموازنة بشكل عام فهي تقدر ب 211 تريليون، كانت 199 أصبحت 211 تريليون، منها 156 للتشغيلية و55 للاستثمارية، وإيرادات العراق تقدر ب 147 تريليون، فيكون العجز هو 64 تريليون. فكانت هناك اعتراضات على هذا ال 64 تريليون، اعتراضات على حصة المحافظات، اعتراض على مخصص إلى إقليم كردستان، وهكذا مثل هذه الاجتهادات المتعجلة التي أطلقت من مختلف الجهات داخل مجلس النواب وخارجه، ولمن سمع خبرا من هنا وخبرا من هناك. يوم غد سيكون اجتماع اللجنة المالية مع وزير المالية مع ديوان المحاسبة مع دائرة الموازنة للإجابة على ملاحظات اللجنة المالية في كثير من الأمور التشغيلية والاستثمارية، وبذلك سيكون هناك رؤية مشتركة. نأمل أن يكون اجتماع آخر مع وزير التخطيط، وخلال هذا الأسبوع سنخرج برؤية مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن إمكانية الحكومة بصرف 211 تريليون غير متوقعة،
وغير مؤكدة باعتبار أن السيولة الموجودة مع الفائض في أسعار النفط باعتبار سعر النفط تم تقديره 70 دولار للبرميل واحد ويباع حاليا بأكثر من 80 دولار، لذلك هناك زيادة في إيرادات النفطية تقدر ب 16 تريليون. فالحكومة هي ستعمل في حد أو أفق لا يتجاوز 170 إلى 175 تريليون، وهذه هي السيولة الموجودة والمتحققة لدى وزارة المالية. زين، ليش تأخرت الموازنة لحد هذه اللحظة؟ يعني أنا سمعت أنه حتى وزيرة المالية متأخرة وما عندها تواصل ويا البرلمان، وما أدري حتى سمعتهم بهالطريقة يحجون، يعني والله قافلة تليفونها وما تجاوب على أحد، صحيح هذا الكلام؟ لا، وزير المالية كانت مسافرة إلى القاهرة ولدينا استضافات لها طيلة الفترة السابقة من عام 2024 تقريبا 4 مرات تم استضافتها في اللجنة المالية، وتم استضافة كذلك دائرة الموازنة، ديوان الرقابة المالية، ديوان المحاسبة، ولكن مطلوب من وزارة المالية وضوح أكثر وشفافية ومرونة وتوضيح للتساؤلات التي تطرح من قبل أعضاء اللجنة المالية وأعضاء مجلس النواب. لا نرى أن هناك وضوح في تقديم الإجابات اللازمة على تساؤلات أعضاء اللجنة المالية باعتبار مطلوب أن تكون هناك توضيحات جدية وأرقام ثابتة، لذلك طالبنا أن تكون الإجابات مكتوبة وليس مو شفوية. زين، أنا راح أرجع لك على العموم أستاذ معين. أستاذ مصطفى، هاي من البداية صارت قصة الموازنة، يعني أولا هي متأخرة صحيح؟ نعم صحيح. كان المفروض شو وقت؟ قانون الإدارة المالية يقول ترسل 1/10. 1/10؟ نعم. احنا الان عايش كم شهر؟ 7 إلى 8 متاخر. ليش هذا التاخير؟ يعني حكومه السوداني وجديده وعلى اساس انه جاده وكذا، يعني ليش تاخرت؟ نعم، بدايه لحضرتك ورحب بسياده النائب وضيفكم الكريم ومشاهدي قناتكم الاعزاء. وقع ان الموازنه 2024 هي موازنه مقرره استناد لقانون الموازنه رقم 13 2023 2024 2025. زين، الماده 77 على اولا تسري احكام هذا القانون لمده 3 سنوات. فالحكومه العراقيه كانت لديها نيه بالتوجه نحو اصدار تعليمات تنفيذ موازنه 2024 على سقف ال 199 وعلى نفس الانفاق السابق، لكن اللي حصل ان الحكومه طرأت لديها انفاقات جديده في عدة مجالات، أبرزها موضوع كردستان، سلفة العام تريليونين ومية وسلفة السنة تريليونين ومية ويحتاجون وزيادة الاستثمارية وغيره. فالحكومة شافت أن بعد ما دخلت في الإنفاق وشافت الوضع أنه سقف 199 بالأبواب السابقة غير ما يناسبها، فقررت الحكومة إعداد جداول جديدة، مو جداول السابقة، جداول جديدة وبمناقلات جديدة وبمشاريع جديدة وبآليات جديدة وأرسلتها للبرلمان. فاستغرق الوقت هذا الموضوع، هذا الوقت هو اللي استنزف الوقت، كون الحكومة ما كانت في البداية أنا أعتقد ناوي إرسال جداول جديدة، كان ممكن اجتماع نفس الجداول واعتبارها مقررة. وزين، هذا سبب التأخير. قصة الاعتراضات، يعني إحنا أول ما دخلت الموازنة بدأت الاعتراضات، هاي الاعتراضات شنو؟ سياسية لو فنية لو صحيح هذه الاعتراضات؟ نعم، هذا الاعتراضات يعني أولاً هو إحنا عندنا موديلين بالاستثماريه، اولا الجانب التشغيلي ما له علاقه بالاعتراض. زين، الحكي على الاستثماريه. موديل وهو كان يسري سنوات طويله اللي هو وزاره التخطيط هي اللي تسوي مشاريع تحيل الوزارات، وزاره الكهرباء، وزاره النقل، وزاره الاعمار والاسكان، وهاي يسوون مشاريع يسموها مركزيه. تمام، هاي المشاريع ضخمه وكبيره وب 32 قطاع تقريبا دخلت نفسها وزاره التخطيط. هاي المشاريع اغلبها فشل. فشل نعم. ليش؟ لأن هواي خلال سنة واحدة هواي يصرفون هواي مشاريع، فيصير المبلغ كبير. أي سنة تذبذب بالإيراد تطلع 2000 مشروع،
تذبذبات تطلع 3000 بشوة، نرجع وراها ورا سنتين بنرجع نحيلها بمبلغ جديد وباندثار. زين السنوات الأخيرة ومنها 23 شو صار التوجه؟ إنه لا أوقيها المشاريع متلكية عوفها، يعني 20 سنة صرفنا عليها ما كملت منها 20% 80% بعدها هاي مشاريع وزارة التخطيط، مع الرغم هو أكبر مشروع 5 سنوات 4 لكن بسبب الاندثار ما يكمل بسبب التذبذبات راحوا إلى موديل آخر هو كان موجود بالسنوات. هاي الأموال اللي انصرفت عليها وين راحت؟ موجودة هياكل وأسس وهاي وغلبها اندثار، يعني بالمئتين تريليون أعتقد ضيعت وزارة التخطيط بهاي الكم الهائل، كان المفروض جزء جزء يشتغل 200 تريليون إذا مو أكثر. هاي من يتحمل مسؤوليته؟ هم من تسألهم يقول لك هاي موجودة المشاريع، أوكي موجودة بس ما كاملة، شو وقت تكمل الله أعلم. هاي من حكومة العبادي ولا حد هاي اللحظة؟ لا من 2006 هذا الحكي. من 2006. مشاريع من 2007 للآن ما كاملة، وهي عمرها 4 سنوات عموماً. النموذج الثاني الموديل الثاني اللي هو كان معزز في موازنة 2023 يعطون فلوس للمحافظين. محافظة مخصص لها مبلغ عالي هو يسوي مشاريع. زين. كهرباء على تبليط على مدري شنو. هذا النموذج المحافظين هم ما أقل محافظة نفذت 55% محافظات نفذت 20-30 الحكومة جت ب 24 سوت باختصار قللت النموذج الثاني اللي هو المحافظة مخصصة لقات وقتوا أصلا يعني ما تمكنتوا من كل الذراع. تتعرف إحنا عندنا المحافظين أغلبهم إذا مو ابن عمه وابن خاله وشركة مال فلان وعلان ما يحل المشروع. وأغلب المشاريع هي شنو؟ هي تبليط مقرنص جسر مجسر، ما عندنا مشاريع بنية تحتية مثلا مدينة صناعية طريق استثماري كهرباء استثمارية مدينة اقتصادية، ماكو حكي. مشاريع بسيطة يحاول يلحق على نفسه يحصل له كم صوت بيهن. زين فالحكومة سوت نفس الموديل السابق، أخذت من الفلوس من وزارة من المحافظات قللت تخصيصهم على اعتبار أنهم ما صرفوها العام ما قدروا، وحولتهن رجعت مشاريع التخطيط اللي هي تقريبا كان 1400 متوقف وغير 1400 اكو 1000 بعد وهذا 1000 احتمال يتركوهن على فكره، واللي رجعوهن رجعوهم ب 2021 ب 2300 كل الان قرابه 6000 مشروع. شنو هذا؟ ماكو تخطيط، بحر بحر مال المشاريع وفوق طاقه الدوله وبعدهم يضيفون مشاريع والحكي ما يفيد ما يفيد الحكي. فرجعت 1400 مشروع تقريبا الحكومه. هنا بدات الاصوات مالت المحافظات قالوا هذا نموذج اللي يسموه المركزي نموذج فاشل. هسه اذا تسالني اقول لك احنا اثنين فاشلات. وزاره التخطيط بمشاريعها المحاله للوزارات فاشلات على مدى 20 سنه، ونموذج المحافظات ومحافظين بعقليه بس تبليط وما ادري شنو هم فاشل هذا النموذج. لكن هو الصراع على هذين النموذجين يكون هذا يسبق هذا. التخطيط اليوم قالت فدح شاي، قالت اكو صناديق موازنه 2023 وقانون عندك الامن الغذائي صار اكو تمويل لصناديق ما ترجع منها الفلوس او حسابات ما ترجع الفلوس بالعاده. بالسنه الماليه من تنتهي نرد ترجع الفلوس، هاي ما ترجع حسب قانون مقر اكو تقريبا 15 صندوق المحافظات اكثر فقرا صندوق ذيقار صندوق سامراء، قالت لكم صناديق بيو 15 تريليون خلي المحافظين ياخذون من عندها. تناست وزاره التخطيط ان هذه الحسابات وهذه الصناديق هي محدده لغرض وفن اللي يجي ما يحط ايده على هالفلوس بنفس الغرض. خلنا نوضحها، يعني مثلا تقول لي مشاريع المحافظات الاقل صندوق المحافظات اكثر فقرا ديوانيه سماوه بعضها. سال محمد الفقر شلون اعالجه بالتبليط؟ لا فقر تعالجه بمشاريع بالضبط مشاريع بنيه تحتيه مدينه صناعيه غير التخطيط. تقول لهم ممكن تاخذون هاي الفلوس تسوون بها مثلا شيء حكاد صندوق مثلا عندك مال سامراء اللي هي صندوق اعمار سامراء. زين هذا الموضوع يعتمد بآلية سامراء خلينا نقول كمدينة ثقافية مو ياخذ المحافظ راح يسوي تبليط الشوارع ما ادري شنو اداريا لازم يصرف اختلف مع التخطيط. هاي الصناديق هي محددة وانفاقها محدد. تمام زين اكو مقارنة صارت خلال هذه الموازنة والموازنة السابقة نفس الحالة، موازنة محافظات الاقليم ومحافظات الجنوب هي هنا الطامة الكبرى. احنا من نحكي هذا الحكي والمحافظات مو بس الجنوب الوسط والغربية نفس الحكي من نحاكيهم بهذا المنطق يقولون يا بنتو ما تقدرون تصرفون هذا الموضوع ونقولهم اكو عندكم خلل. هذا الحكي وينه من انا اشيل 20 تريليون طوب انطيها الكردستان ولا حساب لا ذرع منجزة لا شيء شنو هاي؟ فمن النتيجة هنا هي المشكلة وهنا المقارنة ما ممكن تفسيرها. كردستان ارتفعت الان بهذه الموازنة 6 تريليون انفاقها تريليونين ومية تقريبا سلفة من العام ما كانت موجودة وهاي السنة هم يردونهم تريليون ومية زيادة
وعندك زياده تريليونين شويه بالاستثماري، يعني قرابه 20 تريليون وصل انفاقهم. شوف استاذ محمد خليني اكون واضح، احنا مكيفين الجماعه، وصلناها 211، هم كل قدرتهم على الانفاق 150 140. زين، فقط كردستان تستفاد من ارتفاع السقف، لان ايش ياخذ نسبه يا بتجيب 20 تريليون. ليش واحنا نقدر ننفذ ال 210؟ ما نقدر ننفذ ال 210. بالنتيجه نحن موضوع كردستان معه ومع اعطاء راتب لموظف كردستان، هذا اخونا وابن عمنا وصديقنا، لكن بقرار المحكمه الاتحاديه توطين الرواتب والاستلام وفق جداول موحده وسريعه. فبالنتيجه عمليه هو شلون قاعد يمشي قرار المحكمه الاتحاديه تنفذ ولا ارسلت القوائم؟ بس الان يعني عمليه لا مثل السابق. على اعتبار توطين راتب ياخذ وقت، ما يخالف. زين شنو ها هيك يعني اي ما يخالف، بس انت تقول لي الان ترفع مخصصاتهم والبقيه والمقارنه هنا صارت بها مشكله. ترى المحافظات من تقولها يابا انت عندك هسه رفعت مخصصات اقليم كردستان على حساب المحافظات الاخرى لو بنفس الوقت ارتفع عن اثنينهم؟ لا ما لها علاقه المحافظات الاخرى، هن اثنيناتهم ارتفعن برأياني. زين، لكن الموضوع ان ذولا لازم ذرعه منجزه ولازم حكومه مركزيه تنفذ ولازم يكون اكو بيها فد انتاج، وكردستان راح يشيلوها يعطيهم فلوس. هذا الفرق. تمام. مساء صبحي حياك الله. اهلا وسهلا. شنو رايك بهاي الاعتراضات اللي تعترض على موازنه اقليم كردستان بهذه الطريقه؟ يعني كردستان كل ما صعدت النسبه تاخذ اكثر، محافظات الباقيه وباقي على وضعها. شنو رايك؟ اولا استاذ محمد تحياتي لك ولضيوفك الكرام ومشاهدي قناتكم الكرام. يعني ابتداء للاسف الشديد كل ما نشاهده من فشل ومن سوء اداره ومن عمليات فساد كبيره نلاحظها انه تترجم مباشره الوضع لاقليم كردستان كانما اقليم كردستان هو المسبب في كل هذا. هذا للاسف الشديد. يعني ضيفك الكريم يعني اسرد وبشكل واضح بان، وايضا طبعا البيان اللي صدر من وزاره التخطيط، بان السبب الحقيقي هو انه تحت محدد بشيئين اساسيين، هو اولا سوء الاداره وثانيا الفساد. وبالتالي المبالغ الكبيره التي تصرف للمحافظات لم يتم استثمارها، بل انها كانت الكثير من هذه المبالغ يعني جمدت والمبالغ الاخرى لم تنفذ. هذا بعكس اقليم كردستان. اقليم كردستان حقيقه يتميز بنجاح الاداره وخاصه كابينه السيد مسرور بارزاني، وايضا بقله الفساد. وهذا الامر حقيقه مترجم يعني امام الجميع، يعني ممكن اي شخص يجي الى اقليم كردستان راح يشاهد اكو مشاريع استثماريه ومشاريع استراتيجيه وايضا اكو خدمات واضحه. لا، قضيه الفساد منو اللي يقيمها؟ ماكو جهات رقابيه قاعد تقيم على اقليم كردستان وتقول مثلا انه في اقليم كردستان سرقه هالقد ولا واحد. بالعكس، هو حتى المسؤولين في اقليم كردستان اتهاماتهم بالاعلام مثل اتهامات الاخوان اللي في بغداد، والحمد لله رب العالمين الكل الغالبيه، حتى ما نشمل الكل، الغالبيه مشموله بقضيه الفساد، فماكو واحد اليوم يقدر يحفي نفسه من الفساد، صح؟ لا استاذ، انا ما قلت انه ماكو فساد، انا قلت مقارنه الفساد الموجود في المناطق الاخرى باقليم كردستان لا تقاس حقيقه. يعني احنا ما عندنا هذا الحجم من الفساد الكبير الموجود، وهذا مو شيء يفرحنا، بالعكس تماما. يعني احنا نتمنى ونامل انه تكون كل محافظات العراق اسوة بمحافظات اقليم كردستان، من اعمار، من خدمات، من اي شيء. بالمناسبه كل هذا اللي دا يحدث في اقليم كردستان هو بالرغم من كل العوائق وبالرغم من كل المشاريع والتخطيطات السياسيه وبالرغم من كل الاستهدافات اقتصاديا، امنيا، عسكريا، كل هذا رغم كل هذا احنا نشاهد اقليم كردستان هو ربما النموذج الجميل الواضح الموجود في العراق. زين، هاي الانتقادات اللي وجهت من اول شنو رأي شلون يستقبلونها في اقليم كردستان؟ عزيزي استاذ، يعني انت لو تجي تحسب ميزانيه الاقليم، والاخوان يمك ايضا هم اكيد خبراء وعضو مجلس النواب باللجنه الماليه، يعني مجمل نسبه ميزانيه الاقليم هي ما تتعدى، ترى بعد ما يعني نرفع من عندها موضوع الميزانيه الرئاسيه، نفقات رئاسيه وغيرها، بحدود 6 الى 7% من ميزانيه العراق. يعني شوف كل هذه الضجه وكل هذا ما يقام ما
ما يقال ضد اقليم كردستان هو ما يمثل الا 6 او 7%، يعني انت عندك بحدود 93% 92% من ميزانيه العراق متروكه، والتوجه كله باتجاه اقليم كردستان، واقليم كردستان اخذ زايد واقليم كردستان اخذ ناقص، رغم انه بالمناسبه اقليم كردستان لغايه الان لم يستلم سوى اجزاء من حصته في الرواتب. يعني ما استلم لحد الان لا ميزانيات تشغيليه ولا ميزانيات استثماريه، وما يقال وما مكتوب حاليا هو كلها مجرد ارقام موجوده في الموازنه، لكن انت من تجي للتنفيذ ماكو شيء اسمه. لا اكو شيء اخر، اكو شيء اخر طرح استاذ مصطفى، هو انه الموازنات لما تعطى للمحافظات تحاسب عليها، لما تعطى لاقليم كردستان ما حد يدري وين راحت. عزيزي ماكو هيك شيء، ماكو هيك شيء. احنا ايضا في اقليم كردستان عندنا رقابه ماليه، وعندنا حكومه، وعندنا مؤسسات، وعندنا احزاب معارضه، كل شيء موجود. وبالمناسبه ديوان الرقابه الماليه في العراق موجوده، يعني دائما خاصه في الفترات الاخيره في اقليم كردستان دا تراجع كل السجلات. وزاره الماليه مدى تصرف مبلغ اذا ما تاخذ كل الارقام وكل القوائم وكل، يعني الوضع هذا تغير، اللي القديم اللي كان ممكن انه ما حد ما يوصل للاقليم وكذا، ماكو توجه حكومه اقليم كردستان انه احنا نكون مع بغداد في كل شيء. بغداد اللي تطلبه احنا حاضرين، وفعلا كل ما طلبته وزاره الماليه، رغم انه الكثير من عندها يعني اجحاف، كثير من عندها ضغط، احنا نعرف دوافعه، لكن مع ذلك احنا مع هذا، لان نعرف انه احنا بالنتيجه يجب ان يكون وضعنا مع بغداد هو وضع مستقر، هذا المصلحة تقليم كردستان والمصلحة العراقيين. تمام. وبالتالي الموازنة اللي دي توصل لنا هي مجرد رواتب أو قسم من الرواتب، حتى مو كاملة. زين أستاذ معين، الحكومة تتحدث عن أنه عن محاولتها لعدم الاعتماد على النفط كمصدر أول وتعزيز الإيرادات، تجينا بالموازنة تعطينا 63 تريليون عجز. يعني هاي الفترة اللي كانت يشتغل بها حكومة السوداني ما قدرت تسد لها فد شيء من الإيرادات. في جدول الموازنة التي أرسلت تضمنت الإيرادات غير النفطية واللي بلغ مقدارها 27 تريليون، والإيرادات النفطية 120. 27 هي عبارة عن الضرائب والمنافذ الحدودية، الجمرك، وهكذا إيرادات الخدمات من الوزارات المختلفة. ونعتقد أن رقم 27 مبالغ به، حيث لا تستطيع الحكومة أن تحقق هذا الرقم 27. العام كان الإيرادات ما يقارب ال 11 تريليون إيرادات فعلية، فلذلك مطلوب من الحكومة أن تعمل بجد لزيادة الإيرادات غير النفطية، والتي منها موضوع الضرائب، وهكذا بالنسبة للمنافذ الحدودية، إيرادات شركات الاتصالات، الخدمات المختلفة المقدمة. مثلا الحكومة تصرف 18 تريليون على وزارة الكهرباء لإنتاج 25 ألف ميجا مع الكهرباء المستورد، فهل هناك جباية تتناسب مع هذا المبلغ الكبير المخصص لإنتاج الطاقة الكهربائية ل 18 تريليون؟ لا. هل هناك، طبعا هذا يحتاج إلى تعاون حتى من المواطن، من الكتل السياسية، ولكن لابد أن يكون هناك منهج. رئيس الوزراء ضمن برنامج الحكومي بموضوع زيادة الإيرادات غير النفطية، ولا بد لنا التوجه نحو القطاع الخاص، نحو الاستثمار والجوانب التنموية الاقتصادية التي لم نلحظها في هذه الموازنة، في كيفية دعم المصرف الصناعي أو الزراعي لدعم القطاعين هذين المهمين، وهكذا الاستثمار. فقضية الاعتماد على النفط هو الإيراد الوحيد والأساسي للموازنة، هذا غير كافي. فلذلك ندعو أن يكون هناك خطة مدروسة من قبل الحكومة للاهتمام بموضوع الإيرادات غير النفطية، وأن يكون هناك تضامن حتى من الكتل السياسية،
بهذا الاتجاه وهكذا توضيح لأبناء الشعب العراقي، هل من المعقول أن نبقى بهذه الطريقة نبيع يومية 3,500,000 برميل نفط وتجي هذه الإيرادات تدخل في الفيدرالي الأمريكي ثم تحول لنا بالتقطير حسب الحوالات الصادرة من البنك المركزي؟ هاي ال 250 مليون دولار يوميا تصدر حوالات لشراء ما يحتاجه التجار، ما يحتاج الشعب العراقي من سلع وبضاعة، وتقريبا هذه البضاعة مدعومة بال 1320 دينار سعر الدولار، ولكن لابد هاي ال 250 أن تشتمل يوميا على 10-20 مليون دولار لشراء خطوط إنتاجية وإنشاء المدن الصناعية وضبط الحدود، خصوصا المنافذ الحدوديه في كردستان. شنو اللي يمنعهم الان؟ شنو اللي يمنعهم؟ التي تؤثر كثيرا على شنو اللي يمنع حكومه السودان من ان تقوم بهذا؟ وحمايه المنتج الوطني، هذا الموضوع كثيرا ما طرح وشرعت له قوانين بدعم المنتج الوطني، ولكن لا نرى خطوات عمليه جديه بهذا الاتجاه. شنو اللي يمنع حكومه السودان؟ يعني هسه ماكو واحد بالعراق ما داعم حكومه السودان. شنو اللي يمنعهم؟ شو يريد بعد؟ طبعا واحدة من الأمور الأساسية يمنع بعض الأحيان وزراء مو جديين، يعني المفروض بالسيد السوداني أن يشترط على وزير الصناعة أنه تقييمنا لك يا وزارة الصناعة إيش قد تمكنون القطاع الخاص في إنشاء معامل في العراق، على الأقل معامل صناعات غذائية وغيرها من الأمور البسيطة، أنا ما أقول نصنع سيارات. فالوزراء والكابينة الحكومية يجب أن تنتبه لهذا الموضوع وتعمل على أساسه ضمن خطة متكاملة من قبل الحكومة يدخل فيها موضوع ليش رئيس الوزراء؟ مسك المنافذ الحدودية، دعم المنتج الوطني. تمام، ليش رئيس الوزراء ما يدير يعني ما يدير وزراء بشكل صحيح؟ من قبل الوزارات مثلا الآن هو اللي بالتالي هو بالواجهة، هو توطين الأدوية شيء جيد، بدأ التقدم بهذا المشروع. نعم، ليش وزير رئيس الوزراء نفسه صحيح هو يتحمل مسؤولية، ومثل ما ذكرت المفروض يتحملون الوزراء مسؤولية إيجاد الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، دعم الاستثمار، إلى جانب الوزراء الكتل السياسية. يعني إذا فد يوم يعني اتفقنا على مشروع معين من شأنه زيادة الإيراد مثل جباية الكهرباء أو جباية الماء، جباية الخدمات المختلفة، الضرائب على المولات وغيرها من أستاذ معين. زين، يقولون أن الحكومة عزلت مشاريع الوزارات أو هي هاي الوزارات أنا اللي فتحها أستاذ معين، شنو شغلها هاي الوزارات بعدين؟ ما أعرف يعني، هي إحنا كانت عندنا مشكلة خلال الحكومات السابقة أن يعني رئيس الوزراء ما يقدر يسيطر على وزراء لأن كل واحد منتمي لها كتلة سياسية. هسه نفس القصة؟ مو نفس القصة، هو نفس الموديل المالي. إيه إحنا على مود، شوف أستاذ محمد والحكي هواية، يعني انا اطلع اقول لك يابا بدي نفعل القطاع الخاص، انا قلبا وقالبا مع القطاع الخاص. زين، فاحط لك ببرنامج الحكومه فد خمس نقاط للقطاع الخاص. زين يابا، من يجي الوقت شو وقت يبين الحق، يبين انه الموضوع قابل للتنفيذ؟ من يصير جدي؟ وشو وقت يصير جدي؟ من تجي الفلوس. احنا نجي عندنا موازنه ب 211 تريليون، خوش زين. الله بالخير عليكم، ممتازه الامور. زين، هنا تبدا الجديه بالموضوع. اعلى قدره انفاق اول مره بتاريخ العراق 142 تريليون. هاي البرامج والهوسه واللي صار واللي مباق وال 142 تريليون صرفوهن ذني؟ انصرفن، هاي اول مره معجزه تصير. زين، وحقيقه السيوله اصبحت في موقف محرز النقد. زين، انت ال 211 شلون توصل من عند هاي السنه؟ اذا وصلوا 150 انا اعتقد بالغوا بالعمليه. اذا ال 60 الثانيه استاذ محمد هو رقم غير قابل للتطبيق. الموديل اذا رقم ليش يخلونه يعني؟ ها احسنت، هنا هو انا اجي على هاي الفقره. احنا كون هاي ال 60 الباقيه ناخذها
ناخذها، ما نقعد نبالغ بالمشاريع وشو غير قابله للتنفيذ. نقسمها قسمين 30 الى 40 نسوي القاعه للاستاذ معين. احنا عندنا قطاع خاص منتهي، لا بنيه تحتيه لا مدينه صناعيه لا كهرباء استثماريه لا بنيه تحتيه لا شركات فاحص، كل شيء ماكو. هذا القطاع ان شاء الله فد 1000 سنه ينهض، 1000 سنه القطاع الخاص بالعراق 1000 سنه ينهض على هالوتيره احنا بيها. يعني قصدك 1000 سنه يلا ينهض اذا فكرنا بيها، اذا على هاي وضعيتنا ايش نحتاج؟ كل سنه 30 25 ترليون نوديها بنى تحتيه لهذا القطاع، مو احنا نستثمر. تعال يا ابو هاي مدينه صناعيه انا حنظمها لك، هذا الطريق انا اسوي لك اياه، هاي الاستثمار مال الكهرباء مال المعامل انا اسوي لك اياها. فهذا ايش راح يسوي؟ راح ينفذ شنو؟ ينفذ البنيه التحتيه للقطاع الخاص. هذا من يسوي هاي الموازنه؟ سموها موازنه استثماريه تنظيميه للقطاع الخاص. ها غير جهات، تعال يا هيئه المدن الصناعيه، تعال يا هيئه الاستثمار، تعال يا طريق الفاو، تعال يا طريق التنميه، يا ميناء الفاو، تعالوا يا جماعه الاستثمار، تعال يا المدن الصناعيه مثلا، تعال يا اتحاد الصناعات، تعالوا شلون ادعمكم؟ هذا الشكل. موازنه ثالثه 20 ترليون موازنه قروض، احنا القروض صفريه. ما نعرف العراق اكبر واحد سيقول له اكو قرض على هيك مشروع ما يدري ما كله ما يصير، لازم عندنا خطه للاقراض. هاي الخطه جزء منها الدوله حاطه جزء من فلوسها. زين. فتفكيك الموازنه ثلاث اجزاء، موازنه حكوميه زائد برامج، موازنه استثماريه نهوض بالقطاع الخاص، وموازنه قروض. هذا الموديل من حقه يسويها موازنه فعليه تشمل اغلب طبقات المجتمع، ويشوف المواطن يبدي اكو شغل، اكو قروض، السوق يبدي يتحرك. هذا الموديل الجديد هو الجواب على سؤال حضرتك، شو وقت يصير الحكي ان القطاع الخاص راح ننشطه؟ لما نشوف هيك موديلات تنظيميه للموازنه جزء منها يروح للقطاع الخاص. ما زلنا في الموديل. انا هسه استاذ معين ايضا ذكر وزاره الصناعه، وزاره الصناعه شو تسوي؟ وزاره الصناعه هي هيئه شيء؟ ليش هي هيئه المدن الصناعيه المن تابعه؟ وزاره الصناعه. ما ادري. وزاره الصناعه. فانا من اريد اسوي لي 3000 مثلا 3000 معمل على شكل 40 مدينه صناعيه. شو من يسوي لي؟ تعال يا مدن صناعيه خطط وياك. انا من امنح اجازات استثماريه مال مدن اقتصاديه، هيئه الاستثمار تعاي. انا طريق ميناء الفاو، طريق التنميه وميناء الفاو اليوم راح يجي يدخل على ارض الواقع. هذا المفروض اكو خطه منفصله، ما لها علاقه بالموازنه مال الدوله والهوسه. اكو خطه منفصله لاعداد موازنه النهوض بالقطاع الخاص. وجانب القروض استاذ محمد، احنا القروض عندنا فوضى. هسه احنا القطاع الخاص ما حد مهتم به ولا واحد واصل. فلس واحد ما يصرفون عليه. تمام. وزارة الصناعة مثلا على سبيل المثال واحدة من الوزارات اللي قاعد ياخذون فلوس من الدولة. نعم. هاي الفلوس شو يسوون بها؟ صانعين وزارة الصناعة مثلا. تجارة بس تجارة تستورد. والعمل والشؤون الاجتماعية صاحبنا يوزع شو اسمه؟ وزارة الصناعة عندها بعض بعض الصناعات اللي تشتغل مثلا داب وغيرها. عندها معامل على الأرض جاثمة. يعني بها قرابة الآن 100,000 موظف. وعندها حقيقة إدارات لبعض الأمور، فهذا تشتغله وحيلت لها بعض المشاريع مثلاً في الصناعات النفطية. علي من باقي وزارة خوبه هي كلها وخليها تولي. أنا بحاط لي 100,000 موظف وما يشتغلون، أذبهم مكان ثاني يشتغلون، وغير هذا استثمار بالأيد العاملة. عندها ممتلكات، هو صار الحكي هذا الموضوع. وزارة الصناعة بها 67 شركة. هاي الشركات كم واحدة منهم تشتغل؟ كم واحدة منهم؟ ما ادري، كلهم قاعدات. اعتقد اربعة يشتغلن. بس هو الموضوع وين اللعبة؟ كل شركة من ذني تمتلك اراضي ومباني ومخازن يعني قيمتهم تصل تريليونات. فهاي الوزارة اذا تهيكلها اتحدث عن قرابة 60 70 تريليون ممتلكاتها. احنا خوفنا يتم عملية بيعها لفلان وعلان وثمان لا ثمان لا، فهنا احنا مخايفين. خب تحول الى دوائر اخرى من دوائر الدولة. خب تحول الى مشاريع. لا هو ندزه. لا هي المشكله وين؟ هي المشكله كرسي. هذا الكرسي اذا راح الكتله الفلانيه شيطونها. والله استاذ محمد لا وبيش يرضوها. يعني هي في 2019 ندزت فقره انه خلي نبيع ممتلكات الصناعه. وطبعا هو من يبيعوها؟ هو يبيعوها الواحد حقيقي صناعي. أيه. يبيعوها الواحد المفلس. تعال تعال يابا انا ابيع لك اياها وانت تبيعها منك وتعطيني لي كوميشن. هاي هو ليش يبيعونها المفلس؟ يعني اكو مشاريع انباعت للزعماء السياسيين. بالضبط. ومره وزاره الصناعه المعلومه خلي يفهمها الشعب العراقي، صرفت الدوله عليها ب 30 مليار دولار من بعد التغيير. 30 مليار دولار على اساس اعاده المعامل. حطوا ال 30 بجيبهم على مدى 20 سنه وظلت وزاره الزراعه جاثمه هي ومعامله. صناعه لو زراعه؟ صناعه. صناعه. فاحنا صرنا على قناعه انه لا يمكن النهوض بصناعه حكوميه، وهذا مؤسف بالنسبه لنا. يعني هسه تقول لي انت رجع معامل وزاره الصناعه، اقول لك انا هذا
احب شيء الى قلبي، بس هذا اذا تجاوزنا شيء اسمه الفساد. اذا قلنا ماكو فساد، من تقول لي اكو فساد تمام. اقول لك تحط روحك بروحك. استاذ صبحي قال احنا عندنا يعني اللي عندنا كلهم 8% من الموازنه و92% كلها بالعراق، ليش التركيز على ال 8% وعايفين 92% من الموازنه الاخرى؟ لا مو هيك المعادله الحقيقيه. احنا المشكله انه كل محافظه بالعراق ومنها محافظه البصره العزيزه تعطي 80% 85% من الايرادات. زين زين، البصره شنو نرجع نعطيها؟ نعطيها نسبه معينه. محافظات كثيره تعطي للعراق ويعطوها نسب، احنا عندنا حكومه توزع الامور. المشكله انه كردستان ما يقبل يسلمني ولا فلس. كل الموضوع ده يصير عمليه استقطاع لاجال النفط. سلمونا اعتقد 4-5 أشهر 75,000 برميل وبعدين توقف هذا الموضوع. فاحنا الاعتراض وين اللي يصير؟ انه هم ما يقبلون يعطونا ايرادات وياخذون من عندنا صافي. هاي وحده. هسه تقول لي تروح الموظفين، اقول لك على راسي اخواننا ومن حقهم. اسمع الثانيه وهاي همين خلي يفهمها المواطن العراقي. كردستان غير متعاونه مع العراق في موضوع المنافذ الحدوديه. عندهم منافذ غير رسميه دي يدخلنا بضاعه منها اشكال الوان، واحنا ما حاطين سيطره جمركيه. قطاعاتنا، قطاع الصحه، قطاع الدواجن، قطاع لها كلها انهارت بسبب الاستيراد عن طريق كردستان. ليش ما يصير اكو تعرفه جمركيه مع كردستان؟ ليش ما يسدون الحدود؟ احنا مو قاعد نعطيهم سنويا عشرات التريليونات ونفيدهم؟ ليش يصير هذا الموضوع سكينه خاصره بالاقتصاد القطاع الخاص؟ هذا الموضوع حكومتنا ضعيفه، لو براسها حظ توقف لك سيطره، تعال تورى يا احتوال اوراق المعمل. لكن حكومه جامل وعلى حساب شنو؟ قطاعاتنا ما قاعد نشتغل. تعال ابو الدواجن ما يقدر يشتغل، تعال ابو البدر شنو ما يقدر يشتغل، كله يجيب كردستان. بالنتيجه هم مو ياخذون فلوس، يعني الوزراء يحسبون حسابهم انه يريد له دوره ثانيه مثلا. إيه هذا لازم يرضي. اذا حاكاهم حكايه يغسل ايده، لان هذا الموضوع يا جماعه حق الله، مو هذا الموضوع احنا شعب 45 مليون وين نروح بهم؟ زين. استاذ صبحي، استاذ صبحي. نعم وياك. تسمعني؟ نعم نعم. طبعا ماكو واحد يختلف على قضيه المنافذ الحدوديه. ابدي بيها هي هاي. قضيه المنافذ الحدوديه هسه قضيه الادويه مثلا. قضيه الادويه تروح للسوق تلقى علاج نفس الماركه، بس لانه هذا جاي عن طريق الاقليم وجاي بطريقه التهريب عن طريق منافذ غير رسميه، هذا يختلف سعره. بعدين هاي الادويه حتى بيها يعني اكو نوعيات بيها مميته. زين، انت المنافذ الحدوديه ما يعني مسيطرين عليها كاحزاب سياسيه وكسلطه للاقليم وما تسمح للاخرين يسيطرون عليها مع انه هي منافذ اتحاديه. زين، وتريد مني موازنه وما اعرف ايش قد تاخذ من هذه المنافذ. شلون هاي باي قسمه؟ باي عداله؟ باي تصنيف؟ صحيح هذا الكلام لو لا؟ استاذ محمد، يعني انت من سالت ضيفك قلت له 8% او 9% هي ميزانيه الاقليم و92%، هو ما يقدر ينفي انه هذا الرقم هو رقم صحيح. بالنتيجه موازنه الاقليم بالنسبه للموازنه الكليه العراقيه هي بالمناسبه يمكن اقل من 7%، وبالتالي انت مركز وقتك وتركيزك كله على ال 7% وعايف ال 92% و 93%، وهذا امر معروف يعني احنا تعودنا عليه من سنوات عديده. لكن خلي اجي وياك ووفق ما قال الاستاذ الكريم. اولا يعني مساله المنافذ الحدوديه الغير منضبطه، يعني انا اسال هل المنافذ الحدوديه في باقي مناطق العراق مسيطر عليها بشكل كامل و100%؟ انا متاكد بانه هذا الاتهامات او هذه الاتهامات اللي على اقليم كردستان هي اقل بكثير كثير مما يحدث في المنافذ الحدوديه في المناطق الاخرى من العراق. هذا جانب. الجانب الثاني، الحكومه اقليم كردستان مع حكومه الاتحاديه، ومنذ يعني على الاقل انا ما اتحدث عن فترات سابقه، اتحدث عن كابينه السيد مسرور بارزاني، الوفود اللي موجوده والمباحثات اللي موجوده سواء في عمليه منافذ الحدوديه، في موضوع الجمارك، في موضوع المطارات، في موضوع الموارد الغير نفطيه الاخرى، كل هذه الامور اكو اجتماعات مستمره واكو قرارات واكو اتفاقات مشتركه، اكو ضبط لهذا التسيب اللي ممكن يعني الاتهام اللي هو بدون دليل على اقليم كردستان ما موجود بهذا الشكل. انا ما اقول لك احنا مسيطرين 100%، يعني حدود تعرف حدود كبيره ومن منافذ
يعني احنا محاطين بايران وباكثر من 1000 كيلومتر، محاطين بتركيا، محاطين بسوريا، فهذه الحدود هي مو من السهوله انه تقول، ولا حتى اكو حدود بالعالم كله انه تقدر تضبط 100%، لكن احنا بنسبه كبيره قدرنا انه نضبط هذه موضوع الادويه اللي ركزت عليه حضرتك. اكثر شيء اشتغل عليه الحكومه الحاليه هي موضوع الادويه وضمان وصولها، وضمان انه تكون استيراد جيد وتكون من منافذ وتكون نوعيه جيده. كل هذه الامور اذا حتى لو لنفرض جدلا انه هي دا تطلع من اقليم كردستان، اذا وين دور الحكومه الاتحاديه اذا حقيقه انه اكو؟ عزيزي المشكله الحقيقيه انا شخصت لك اياها بنقطتين اساسيتين، اولا سوء الاداره، ثانيا الفساد. بعكس اقليم كردستان، اقليم كردستان لديه اداره ناجحه 100% وفساد قليل 100، يعني بدرجه قليله جدا. هذا اتطبق بشكل كبير منذ مجيء الكابينه التاسعه، منذ مجيء السيد مسعود بارزاني. ولو تلاحظ انه العمل اللي جرى في هذه الفتره رغم كل التحديات، تشوف انه هذه الحكومه استطاعت ان تصل الى مرحله انه احنا نصدر الى الخارج، انه احنا نسوي اكثر من مشاريع يعني لا تتصور ايش قد حجمها، مشاريع استراتيجيه. احنا بدينا انه نخطي الى العالم، بدينا ندخل في مؤتمرات عالميه. عزيزي الاداره الناجحه هو الهدف او الغرض الرئيسي. للاسف الشديد اقولها للاسف، احنا مو مكيفين لهذا الوضع، لكن للاسف اداره فاشله، وايضا الفساد المستشري في العراق حقيقه مو شكل طبيعي. هذا هو السبب الرئيسي. لو عندنا احنا سيطره على الفساد، ولو عندنا اداره وخطط استراتيجيه ناجحه، راح يكون كل مناطق العراق مثل اقليم كردستان. تمام. عزيزي احنا المبالغ المخصصه لنا ما نستلمها، احنا المبالغ الموجوده عندنا نستلم فقط رواتب، وهاي الرواتب متقطعه. احنا نتعرض لضغوطات وتحديات خارجيه اقليميه داخليه، رغم كل هذا احنا ناجحين. ليش ناجحين؟ لان احنا نشتغل وفق ما يملي عليه ضميرنا وما يتطلب الوضع. تمام. اسمح لي اسمح يعني ما بقى عندي وقت، خليني اروح لاستاذ معين. استاذ معين، انا يعني السؤال اللي يتكرر الان على وسائل التواصل الاجتماعي ويتواصلون وياي باستمرار، وانا اثناء الحلقه يقولوا لي ممكن تساله عن سلم الرواتب؟ لو حرام بالنسبة لسلم الرواتب مثل ما وضحنا سابقا، هو شأن الحكومة التي شكلت لجنة من أمانة مجلس الوزراء ومن وزارة المالية وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي، ووضعوا سلم رواتب جديد للموظفين باعتبار أن هناك عدم إنصاف بين رواتب بعض الوزارات، وأغلب الوزارات رواتبها متدنية بالرواتب الإسمية، خصوصا بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة إلى الخامسة تقريبا، درجات ضعيفة بسلم الرواتب. السلم الجديد أعطى زيادة للراتب الإسمي، وتقريبا اكتمل هذا السلم وقدم إلى الحكومة لغرض العمل به عام 23. في عام 23 صار زيادة في أعداد الموظفين، حيث ارتفع من 3 ملايين و200 ألف موظف إلى 4 ملايين تقريبا. وهذه الزيادة استوجبت من الحكومة أن تعيد احتساب السيولة اللازمة لتطبيق هذا السلم الرواتب الجديد. فالموضوع بعهدة الحكومة، ولا دخل للمجلس النواب بها ولا اللجنة المالية، وإنما الموضوع بقرار من مجلس الوزراء يمكن أن يطبق سلم الرواتب الجديد في حالة توفير السيولة اللازمة لتغطية هذا السلم الجديد. أنا أشكرك أستاذ معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية البرلمانية، وطبعا بطبيعة الحال احنا راح هواية الملف الجديد اللي انفتح عندنا الآن هو ملف الموازنة، وراح تبقى هاي القصة نتداول بها بين المحافظات الجنوبية وبين كذا. أستاذ مصطفى تحب تضيف شيء؟ والله أنا أقول أنه في موضوع الموازنة اللجنة المالية البرلمانية يجب أن تدرس الوضع بشكل جيد، تحقيق العدالة في موضوع كردستان بالذات.
يعني اذا كان الموضوع مستحق وتطبيق لقانون المحكمه قرار المحكمه الاتحاديه ورواتب موظفين على راسنا، ابعد من هذه الخطوات وموضوع فلوس طوب وتروح هناك وبكيفهم، اعتقد هذا الموضوع حيثير حفيظه الشعب العراقي كامله، وهذا ما نريده. احنا يبقى كردستان هو عزيزه وجزء من قلوبنا، خلي ياخذون جزء من رواتبهم بالعداله. بالعداله يعني انا اقول اللجنه الماليه برلمان يكون يتباع الموقف بعداله لا بالسياسه. يعني شلون بهي طريقه؟ هو هو الموضوع كله سياسي، العراق كله سياسي. لا الفلوس ما يصير بها سياسه، الفلوس عداله، هاي حق ناس. انت من يشيل 5 6 تريليون تعطيها وما تعرف راح تنصرف رواتب لو ما تنصرف. بالنتيجه هنا انت عندك عالم عندك 10 مليون تحت خط الفقر، خبزه ملاقين ياكلون. موظفين اليوم انت قدامك موظفين ما تكفي راتبهم نص الشهر، فهي الفلوس مو زايده عندنا. يعني المتوقع ان الفلوس اللي احنا قاعد نعطيها زايده متوهم، اصلا احنا عندنا مشاكل بالعراق، وحتى يعني الاستاذ حقيقه قال جيد الفساد محاصرنا. فبالنتيجه احنا بامسنا اي فلس واحد. فبالنتيجه انا اشوف انه في موضوع الزياده اللي حصلت في موضوع كردستان يجب ان يدرس بشكل جيد. انا اتفق مع ضيفك الكريم، يدرسون الموقف يشوفوها شنو المشاريع شنو الزياده بالرواتب على اي اساس، اذا كانت مستحقه واكو اعداد موظفين وغيره نرجع نسبه وتناسب قد موظفين الى موظفيهم. انا اشوف العداله. شكرا شكرا دكتور مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي، شكرا للاستاذ معين الكاظمي عضو اللجنه الماليه البرلمانيه، وشكرا ايضا للاستاذ صبح المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من اربيل. اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.